أحسن الله إليكم من أسئلتها تقول حفظكم الله: إذا طلبت من والدتي الدعاء ووالدتي تتوسل أحيانا في دعائها بالأولياء والصالحين، فهل هذا الدعاء دعاؤها مستجاب على هذه الحال؟ هذا الدعاء مبتدع، توسل بالأولياء والصالحين بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، وإن كان قصدها للتوسل بالأولياء والصالحين أنها تذبح لهم أو تنذر لهم أو تستغيث بهم فهذا شرك أكبر. أما إن كان قصدها أنها تدعو الله عز وجل وتوسل بالصالحين أي بواسطتهم وبجاههم دون أن تشرك بهم أو أن تدفع أو أن تذبح لهم أو أن تعمل لهم شيئا من العبادة، تقصدهم بشيء من أنواع العبادة، فهذا يعتبر مبتدع. توسل بهذا المعنى مبتدع، والواجب على المسلم أن يدعو الله مباشرة. والتوسل إلى الله إنما يكون بما شرعه الله من الأعمال الصالحة، أو يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء، يعني يطلب منهم أن يدعو له، هذا هو التوسل المشهور. أما التوسل بجاه الصالحين أو بحق الصالحين أو بمنزلة الصالحين فهذا أمر لا يجوز وهو مبتدع.